مشاهدينا الكرام، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من الحلقات الفلسفية أجد فهم الفلسفة، التي نقدمها لعموم الناس ولعموم المهتمين بالدرس الفلسفي بشكل عام. هذه السلسلة التي نقدمها من داخل جريدة التنوير الإلكترونية. إذن في الحلقة الماضية حاولنا الاقتراب أكثر من مفهوم مركزي وأساسي هو مفهوم الوعي، باعتبار أنه كلما ذكرنا مفهوم الوعي إلا وألصقناه أو ارتبط بشكل من الأشكال بمفهوم الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو كائن واعي. على الأقل هذه هي الخلاصات الفلسفية التي توصلنا بها منذ على الأقل منذ أرسطو، الذي كان يرى بأن الإنسان هو حيوان ناطق. لكن بعد ذلك سنكتشف بأن خاصية الوعي التي ترتبط بالإنسان، سنكتشف بأن هناك بعض الأفعال والممارسات التي ترتبط بالإنسان هي ليست ممارسات وأفعال دائما واعية، بل هناك بعض الأفعال والممارسات والحركات التي يقوم بها الإنسان هي حركات وأفعال وتصرفات تخرج عن دائرة الوعي، أو إنه لا يستطيع أن يتحكم فيها، أو لا يستطيع أن يمارس عليها نوع من السلطة. ومن ثم فالإنسان نفسه حينما يقوم بهذه السلوكات يعترف هو نفسه بأنه لم يكن لديه القدرة على التحكم وعلى ممارسة السلطة على هذه الأفعال. وبالتالي سنكتشف بأن هناك عنصر مهم جدا وعميق داخل النفسية الإنسانية، وهو عنصر اللاوعي أو اللاشعور. ومعنى هذا أن هناك أفعال وتصرفات تخرج عن دائرة الوعي وتتخزن في دائرة اللاوعي أو اللاشعور. وبالتالي سنكتشف بأن هناك مكون أساسي في الإنسان وهو اللاشعور أو هو اللاوعي، وهو الذي انتبه إليه المحلل النفساني النمساوي سيغموند فرويد. إذن بالنسبة إلى سيغموند فرويد، سيعتبر من خلال نظرية التحليل النفسي بأن اللاشعور أو اللاوعي هو جانب عميق جدا في النفس الإنسانية، ولا يمكن أن نغفله أو لا يمكن أن نتجاهله بالمرة حينما نريد أن ندرس مفهوم الإنسان. وبالتالي يرى سيغموند فرويد بأن النفس البشرية تتكون من ثلاث مكونات أساسية. المكون الأول هو ما يسميه بالأنا، والمكون الثاني هو ما يسميه بالهو، والمكون الثالث هو ما يسميه بالأنا الأعلى. بالنسبة إلى الأنا في نظر سيغموند فرويد، فهو المسؤول عن أفعالنا وعن تصرفاتنا، بمعنى هو الجانب الواعي في الإنسان. أما بالنسبة إلى الهو فإنه يشمل مختلف الغرائز البيولوجية وكذلك المكبوتات. وهناك جانب ثاني هناك جانب ثالث يسميه بالأنا الأعلى، وهو يشمل مختلف الضوابط والقيم الأخلاقية التي يفرضها المجتمع. معنى هذا أن النفس البشرية تتكون من ثلاث مكونات: الأنا الوعي، ثم الهو الجانب الغرائزي، ثم الأنا الأعلى أي الجانب الأخلاقي أو الجانب الاجتماعي في الإنسان. يلاحظ سيغموند فرويد بأن العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة هي علاقة صراع، مفهوم؟ بمعنى أنه كل مكون من هذه المكونات يريد أن يتحكم في النفس البشرية. فالهو لديه مجموعة من الغرائز التي أو مجموعة من الحاجيات الغرائزية يريد أن يلبيها فورا. أما بالنسبة للجانب الواعي اللي هو الأنا، فيريد أن يتحكم في أفعالنا وتصرفاتنا لكي يظهر بأن الإنسان هو كائن واعي، ويتدخل كذلك المجتمع بقيمه بثقافته بأعرافه لكي يفرض كذلك علينا مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي يجب أن نلتزم بها.
ولكن ما يلاحظه سيغموند فرويد هو أن الجانب الواعي ليس هو المسؤول عن أفعالنا وتصرفاتنا، إنما هو الجانب اللاواعي أو اللاوعي أو اللاشعور. نظرا لماذا؟ نظرا لأن كل من الأنا والهو الأنا الأعلى هم يوجدون في منطقة اللاشعور. ولذلك يقول فرويد بأن اللاشعور هو أوسع منطقة داخل الجهاز النفسي، بينما الوعي أو الشعور لا يحتل سوى المنطقة الضئيلة جدا داخل الجهاز النفسي. ولكن الأنا رغم أنه يوجد في جهاز في اللاشعور، لكنه ليس هو المسؤول عن أفعالنا أو ليس هو المتحكم في أفعالنا وتصرفاتنا، بقدر ما أن الإنسان يقع في صراع ما بين ماذا؟ ما بين متطلبات أو حاجيات الهو وما بين كذلك رغبات الأنا الأعلى التي يفرضها المجتمع. وبالتالي يتدخل الأنا لكي يحاول أن يوفق ما بين ماذا؟ ما بين غرائز الهو وما بين كذلك متطلبات ورغبات الأنا الأعلى. هنا يمكن أن نذكر مجموعة من الأمثلة، ولكن على الأقل يمكن أن نذكر مثالا لكي نوضح هذه العلاقة الموجودة ما بين هذه المكونات النفسية الثلاثة. افترضنا مثلا بأن الهو فرض علينا أو فرض على الإنسان مثلا أن يلبي غريزة الأكل في رمضان، بمعنى لا بد للإنسان أن يلبي الغريزة ديال الأكل في رمضان، باعتبار أن الأكل هو شيء غريزي أو شيء بيولوجي. هنا يتدخل الأنا الأعلى اللي هي الضوابط الأخلاقية، وتعتبر بأن الأكل في رمضان هو محرم، بمعنى أن المجتمع والقيم الاجتماعية والقيم الدينية تحرم علينا الأكل في رمضان. إذن وقع صراع بين ماذا؟ بين الهو الذي يريد أن يلبي غريزة الأكل وما بين كذلك الأنا الأعلى الذي يرفض الأكل في رمضان. فوقع هناك صراع بينهما. هنا سيتدخل الأنا لكي يفصل في هذا الصراع، إما أنه سيذهب في اتجاه تلبية الحاجة البيولوجية اللي هي الأكل للهو، أو أنه سيذهب في اتجاه قمع هذه الحاجة، وبالتالي سينتصر للأنا الأعلى. لنفترض مثلا بأن الأنا حينما أراد أن يتدخل من أجل أن يفصل في الصراع وذهب في اتجاه الهو وقال له من حقك أن تشبع غريزة الأكل في رمضان لأن هذا من حقك. ما الذي سيقع للأنا الأعلى هنا؟ افترضنا بأن الهو أو بأن الإنسان استجاب لحاجيات الهو وأكل في رمضان، ما الذي سيقع للأنا الأعلى في هذه الحالة؟ سيصيبه ما يسمى بتأنيب الضمير، بمعنى غادي يقول لك أودي علاش كليت في رمضان وما كانش خصني ناكل، والله سبحانه وتعالى سيعاقبني، وكذلك المجتمع سينظر إلي واحد النظرة اللي هي ناقصة. إذن هنا الأنا الأعلى حينما أشبع غريزة الأكل أصابه نوع من تأنيب الضمير أو ما يسمى بالندم. افترضنا العكس، افترضنا بأن الأنا حينما دخل لكي يفصل في الصراع انتصر لرغبات الأنا الأعلى وقال له ليس من حقك أن تلبي غريزة الأكل في رمضان. ما الذي سيقع له في هذه الحالة؟ له في هذه الحالة لن يستسلم، إنما تلك الحاجة اللي هي ديال الأكل ستنعكس عليه. أين ستنعكس عليه؟ إما في الأحلام، إما في فلتات اللسان، إما مثلا في السهو أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أن تلك الحاجة التي لم يستطع أن يلبيها على أرض الواقع ستصبح بالنسبة إليه مكبوثات أي مقموعات، وحينما ستصبح مكبوثات أو مقموعات فإنه سيعمل على تصريفها أو على تحقيقها، إما في فلتات اللسان كتخرج شي هضره ماشي هي هذيك، إما أنه غادي يحلم بها بالليل، إما أنه غادي يسها وتبقى تفكر فيها، إلى غير أو زلات القلم، إلى غير ذلك من التمظهرات اللاشعورية.
وبالتالي سنلاحظ بأن الأنا هنا ليس هو المسؤول عن أفعالنا وتصرفاتنا، إنما الأنا فقط يتدخل لكي يفصل في الصراع، بمعنى غير كيدخل باش يفصل في الصراع القائم ما بين الهو وما بين الأنا الأعلى. أما الموجه الحقيقي والمتحكم فهو إما أنه الهو وإما أنه الأنا الأعلى. أما بالنسبة للأنا فهو مجرد تابع ومجرد خاضع، وبالتالي ما دام هو مجرد تابع وخاضع فإنه ليس هو الموجه أو المحدد لأفعالنا ولتصرفاتنا. وهنا يمكننا نشبه هذه العلاقة ما بين الهو والأنا الأعلى والأنا، يمكننا نشبهها بحال القاضي. إذن القاضي عندنا قاضي وعندنا متهم وعندنا ضحية، دونك القاضي ما يمكنش يكون موجود إلا بوجود المتهم وبوجود الضحية. ما يمكنش يكون عندنا قاضي إلا ما كانش عندنا متهم وإلا ما كانش عندنا ضحية، وبالتالي راه المتهم والضحية هم الأساسيان، أما القاضي فكيبقى دائما غيفصل في الصراع. إذن هنا يمكننا نقول بأن القاضي راه هو الأنا، والمتهم مثلا قد يكون هو الهو، والضحية قد يكون مثلا هو الأنا الأعلى. ومن ثم سنلاحظ سيرى فرويد بأن لا شعور هو محدد أساسي في أفعالنا وتصرفاتنا، وبأن تلك التمظهرات اللاواعية واللا شعورية لا نستطيع أن نتحكم فيها، بقدر ما أن الجانب الواعي يصبح فقط تابعا وخاضعا وليس هو الموجه الحقيقي وليس هو المسؤول عن أفعالنا وعن تصرفاتنا. وبالتالي يرى فرويد بأن اللاشعور أو اللاوعي هو موجه أساسي وحقيقي في مختلف أفعالنا وفي مختلف تصوراتنا. طبعا نظرية التحليل النفسي ستواجه صعوبات كبيرة جدا في تفسير مجموعة من الأفعال ومجموعة من التصرفات، ولذلك سنجد أن بعض الفلاسفة سيعترضون على هذه النظرية وسيعتبرونها بأنها نظرية ناقصة ومحدودة. لماذا؟ لأنه لا يمكن للاشعور أو للاوعي أن يكون مسؤولاً دائماً عن أفعالنا وعن تصرفاتنا، بقدر ما أن الوعي هو المتحكم في أفعالنا وفي تصرفاتنا، وهو ما انتبه إليه أو ما يؤكد عليه مثلاً إيميل شارتي أو الملقب بألان. بالنسبة إلى إيميل شارتي يرى بأن نظرية التحليل النفسي بالغت كثيراً في إعطاء اللاشعور قيمة أكثر مما تستحق. لماذا؟ لأن تلك الفرضيات التي انطلقت منها اللاشعور هي أفعال وتصرفات عادية واعتيادية وتحدث لأي إنسان يعيش على وجه الكرة الأرضية. ومن ثم ملي كنقولوا بأن الإنسان يقدر يحلم بزاف د الأشياء لأنه ما قدرش يحققها على أرض الواقع، فهذا شيء عادي أن الإنسان عنده مجموعة من الرغبات مجموعة من الطموحات ما قدرش أنه يحقق على أرض الواقع، إذن عادي أنها تنعكس عليه في ماذا؟ تنعكس عليه في الأحلام. إذن هذا سلوك عادي واعتيادي، ولذلك لا يمكن أن نعطيها أكثر من حجمه. كذلك الإنسان في فلتات اللسان الإنسان حينما يستقبل مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتضاربة في ذهنه فأكيد أن غتخرج شي هضرة ماشي هي هذيك، وهذا سلوك عادي. علاش؟ لأن الأشياء اللي كنتلقاوها من العالم الخارجي ماشي دائما منسجمة وليست كتلة واحدة، وإنما كاين أفكار ومعارف متناقضة ومتضاربة مع بعضها البعض، وعادي أن ملي كنستقبلوها تقدر تخرج لنا شي هضرة ماشي هي هذيك. ولذلك يقول إيميل شارتي بأن نظرية التحليل النفسي استطاعت أن تجعل من الإنسان حيواناً مخيفاً. لماذا حيواناً مخيفاً؟ لأنه يصور لنا الإنسان فقط وكأنه فقط كيجري من وراء تحقيق تلك الرغبات الغريزية والرغبات وكذلك الحاجيات الجنسية، بينما الإنسان هو كائن واعي، وأن الشيء الأساسي في الإنسان هو ما يسميه بالأنا أو ما يسميه بالذات المتكلمة. فلا وجود لشيء في نظر إيميل شارتي سوى ما تمنحنا إياه الذات الفاعلة أو الذات المتكلمة، وأن نظرية التحليل النفسي
رغم استطاعت أنها أن تكتشف لنا مجموعة من الجوانب النفسية العميقة في الإنسان، لكن تبقى محدودة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تفسر مختلف أفعالنا وتصرفاتنا، وأن الفرضيات التي انطلقت منها نظرية التحليل النفسي لكي تبرر وجودها هي فرضيات عادية واعتيادية تحدث للإنسان كيفما كان نوعه، ولذلك لا يجب أن نبالغ وأن نعطيها أكثر من قيمتها. ما يمكن أن نحتفظ به من خلال التصوران معا هو أنه من الصعب جدا أن نحسم في هذا الجدال، أو من الصعب جدا بأن نقول إن الإنسان هو كائن واحد دائما، ومن الصعب جدا كذلك أن نقول إن الإنسان يتحكم فيه دائما اللا شعور أو اللا وعي، بقدر ما أن هناك أفعال وتصرفات لا واعية، ولكن هناك كذلك أفعال وتصرفات واعية، وبالتالي يمكن أن نقول بأن الوعي واللاوعي كلاهما يتحكمان في الإنسان، ولا يمكن أن نستغني عن الآخر، أو لا يمكن أن نستغني عن أحدهما في تفسير مجمل أفعالنا ومجمل تصرفاتنا. كانت إذن هذه بعض الخلاصات التي ارتبطت بالجانب الفلسفي، وارتبطت كذلك بالجانب النفسي في محاولة كذلك الاقتراب من مفهوم الإنسان، واكتشاف بعض الجوانب اللاواعية، واكتشاف كذلك بعض الجوانب الواعية في الإنسان. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وسنواصل دراسة مفهوم الإنسان في الحلقات المتبقية، وإلى حين ذلك نضرب لكم موعدا آخر ومع جانب آخر من جوانب الإنسان. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.